الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أنا قهري ما حنا ذكرنا اللي قالين إن حبسنا كان صاحب سامي. أنا حبسامي شيخ وما صاحب سامين. أنا أختي لي مسوي بحواي. مركا ترى لك هذا. إن أهوال القيامة آخره يدفت تعالى. وحله بدون ذات حقيقة قل ابن آدم كيسكوا فقسين يي بين أوران كرنا أما ومهم سنة يسكوا فقسين يي وينو دمان أيو آذاني أن رمي سنين مسألة دا سمجره دات قدمي وقيريون دونا قيري دا دبادتنا النبي عليه الصلاة والسلام وحينو شاقي سؤاله حد اللي نوسي قدمي إن لين ويدين دونه سؤال قفوا لبا وهد حيسته جوابتي أدنا وهد قريه مركز حباشا قشو إن ملك الموت كود ويدين دونه ملك الموت كما هلا وملك الله يسوس صدري إنك ويدين دونه من ربك وحل سويدين دون دوني دين تشوكت يا ربي كوها وكوما النبي قاقو دين تا دونواتي وسدح سؤالو دا هدى مرافق يا قالبا قران كران يا مسلم با لكن ملايك تاسي واه ملايك موقال كودو نحدين بدن يهي بنا آدم كون أمركو النحوه وحما حسوسته بنا آدم كون أطبقه ونحوه انت بضن ساني وحما حسوسته وحاو النبي الشيخي عليه الصلاة والسلام سؤالا صدح دا مركا اللي سويديه قف كي الدنيا دا مركو تشوغي جوابتا في عنك بحيي آخرا نينو جوابتا في عن بحين دونه وإلهي باو بلن قادينو هلشين دونه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلهي بصغي دونا وفق مؤمن كينا ربي الله الله إن ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بايا الرسول يا نبي إسلام كنا والدين تيدي سسحبه وكتواب دونا أما ضدكي منافقين تها مقالة ها ها بيردونا ويقرموا يدونا دبيتنا والله تومي دونا والله قراعي دونا حباشة وركي دميرة لكن وحان شعلي وحكدن بيينا ما انت كورمو قيامها ايو نبتة شرطة قيامها مالت قيامة إيو بربر كدوني دان كودا عيا إيو سيدا إلى هيدا كوصاب حين دونه إيو حشرقة إيو ميزانك إيو حسابتا إيو صراطك إيو جنة إيو نارتا مواقف تربضا ويا قيامها يلي بتشرت إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا إن بدن 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 بكا قورما قف كستو مسلم وفهمي كرا قرآن كوحو شيغيانا وحو هليا وركي إلهي سبحانه وتعالى يوم آلتاك ورمي وحقيقك الشيغي كو إله وين باوحو كسفيني مالين وين تيبا لتاري ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ومالين وين با إلهي كتل مامي يعني دتكو يقين سنين ما ملينين أنهم مبعوثون إن لصابحين دونه ليوم عظيم مال وين إن لصابحين دونه مال انت وحك له إلهي كسفي سبحانه وتعالى مال علص ثقيل إنيتي إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إلهي حليكوان قال إذا ما وحي تشعليهن تندق دكتا بضان لأدونك
وحاني كتغيان با إلهي لي يوما ثقيلا مالين علص وحكلو إلهي مالين تاوكوت المامي مالين أدق إنيتاي عصير فذلك يومئذ يوم عصير على الكافرين غير يسير ومالين أدق با إلهي لي وقال هذا مر نبأ نفضوضين إذن مالين تان رب السماوات والأرض يصفين يوحلي ومالين وين ومالين علس ومالين أدق أي إلهي كتل مامي سبحانه وتعالى وحي إلهي صفين يا مالين تان بقها إيا عبسيدة بن آدم كهيسته إن وريري دونه وحبضان بمرارك قاركوضان وكالاق غران دونين وحرب كتل مامي تأور كلين الموك صعد عدونه وحربي كنت المامة يتنوشيني سينا الماه المام دونتو إلا بدونتو إلهي حلي يا أيها الناس اتقوا ربكم إن الزلزلة الساعة شيء عظيم وارددوا والرب جين كدور صدب إلهي لي وايو إن الزلزلة الساعة شيء عظيم قيامة قلقل كسوا وحوين بإلهي يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد وما لنا ذرك سبا إلى هيلي تي نوچنيس وحي نوچنيس أيه المام دونتو تي أورك لهيد أورك أي توري دونتو ضدك أدمو دين سخرا سيين با إلهي لي إلهي با وحلي وطر الناس سكارا وحاضرك سادتك أو سكارا سخرا سن وما هم بالسكارا إلهي بولي مناها وحي عبين ضدك سخرا مي تدوح عبي أو ساكو سخرا سن ماها هذا نوال سخرا سيي ومحا سخرا مي شدة الهول ربت وين ديدا ولكن عذاب الله شديد با إلهي إلهي عذاب كيسة أيا أدق سادراد بقى عبسي بن آدم كو عبسان أيوه يبقاها مالين تاتشوغا وكا وضطك صخرام أيان وكو نبي محمد تلمامي عليه الصلاة والسلام أنبيضه وضطك هرموت كو دهيني كو كوب مدونا نفسي 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 طيدة طيدة بس إني كو كوب مدونا إلى أي مركة وضم بيس النبي محمد عليه الصلاة والسلام لسوء قاله أنا لها وإله هذا وما لن أي نبو كنت المامي بقد رادت كوة ظلمي الدنيا كو السماية إن ده هذا أنا اللي بقصنين إشو إسكما قبصنطه نحن درادت إشوك لهياهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار هم لين بايل هاي لي إن الرب موجن يهي وحاي ظالمين تصمين يان إلهي وحلي ما موجني وحا عندي بقولي جاي مالين إنه هاي إن جاكانو أنا اللي بقصنين بايل هاي لي أيان أبا المركو ده بقولي جاي مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدتهم هواء والحال يهم بايل هاي لي كوا مهطعين مسرعين كوا الدقدقة يا مرك الله يهره مدح كرو تاجية إيشو دو أنا يدبو صور نقرني نبر ربي عقلنا أنو كبتشرين أفيدتهم هواء باي لهي لي عقل جوا مرني قلبي جوا حلو قرنشري ومرني يا رب كت المامية ما لين تندب تشرتي لهي وحلي قوة ظالمين تا بنادم كمركو النحه وحنا قرناين ودنو حوق الشقيو قريرو بق 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 لوك تسادم راك مغش مالن تا هلكان لابت ك دغ دغلين مايي دغ دغتيس حنجرده هنغوريغا هلكان با لغا مقلي دونا ابو نبي قت ايو قران كو تلماميا وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناج وقدق مالن تدوبه الى هيله سبحانه وتعالى اذ القلوب لدى الحناجر مرك قلبي يد ودمو هلكان ك دغ دغليه كاظمين ايغو هدنا ساكتين لا يتكلم قفنان وهضلين امصن الهي وحك سفين يا مالنتن مالن اندها يا قلبي ومدنا ان سغمين يخافون يوما
تتقلب فيه القلوب والأبصار. قلوب من يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. ربي وحلي ما لن تنقل بيد وواجف وخايفين وكوى عبصنية وكوى هم فرير سر وبقية وكوى أرقى قحسن إن دهودنا وخاشع وكوى دليسن أي إلهي كتل المامية إن دهودا سفوين كألا كبحية مروح الله تلمامين ينقين يناني اللي بقصنين مروح الله تلمامين كر إيق يامون مروح الله تلمامي وان إشهد وقصان نقنين طرف قصان نقنين مروح الله تلمامي إني كود ليسن يهين وحكا له إلهي كود تلمامي ومال عرورت أي عرود با إلهي فكيف تتقون ورسيد وقعب صندون تنبا إلهي لي إلهي عذابك إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون يوما يعني مال سيد وقعب صنيسان هداك قال ودان مال انت صوع بصن دونتان ومال كي شعرورته شيبا اي اشيب كوع الروبي. السماء منفطر به كان وعده مفعولا وها النصوص تقارك صارورتي ادم انت الله يلاهضه ابعث بعث اهل النار كوع النار تقال يا ادم وصوصار دبيتنا وحلورنا يا وحد صوصارتا كن كي قف بسقال بقول يسقال يسقاشن صبحي مركز صالة إلى هذا بي عرورت عروبي سابا حديث كنت المامي وقت قاسي أي وقت عروري أي عروبي سو ومال أنو تشري الدون حديد كقراب النمو إيا طول نمو إيا والال نمو إيا آب النمو إيا هو إيا إيا حديد يحقال تونه وما لنا نشري شري دون إليه علي فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون هذه الصور كالله أفوفه مركز صور كالله أفوفه بإله إليه فلا أنساب بينهم نصب كد حيا مجره ويل إيا ولالتون مجران إيا وحد وهشتاتون ولا يتساءلون بإله إليه وحبل سويدين مايو بل إيه قفك نفتي سمويا نعيد كلاو دانين مايو وما لنو قفك كعرري دوندتك انتي حقالك يحكتو هيدا ودوي ولال هويو آبو صاحب كل دالي فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قيامه هدو دعب إلهي لي وما لنو كعرر الدون قفكو ولالكي يهو يدي يآبه يتوقبي يعرورتي سو كعرر الدون وما لنا نعد النبا عد نبا سكوية وارقو عرر الدون وايو لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قف والبما انت تيسا مشغول سيبو إلهي إليه سبحانه وتعالى بلد إساقا إساتا كفلا عدو حقبا كافي كري إساقا بمشغولة آية كالإلهي وحلي يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق آياتك لا إله إلا هو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون إلهي وحلا ورددوا ورمالك الدور صدى كعب صدى مال أنكو وحد علي وحد علي وحبو قبن كرين كل دلينا عدي الشيئان وحبطري كرين ورؤيا إلهي يبوه يسوع نبى إلهي لأن مالن تاني ما نيسو وارد نبى وديار جرو واركنا ورسالة مالنا نفينا نف وحواهين بار رب التلمام يا سبحانه وتعالى أيها الأحبة مالن تندب تتاجن وحي إلهي كسفين يا قالضه
haddii dhulka ay lahaan lahaayeen oo la yidhaahdo isku furta way isku furan lahaayeen, dhibta haysata. Maanta adduunka xoolo waa la jeceliyey, laakiin maalinta cadaabka carar, walow anna likulli nafsin dalamat maa fi lardi laftadad bihi baa ilaah yidhi. Naf kasta oo dhulmi samaysay hadday leedahay dhulka waxa yaallaba laftadat bihi, waa isku furan lahayd baa ilaahay yidhi. Balaa ilaahay wuxuu leeyahay gaalku hadduu dhulkan iyo labanlaabkiiba leeyihi isna waa isku dayi lahayn oo isku furto. Waladiina lam yastajiibuu lah low anna lahu maa fi lardi jamiican wamithlahu macah, dhulka iyo in kaloo leeg haddii la siiyo laftadaw bihi ulaa'ika lahum suu'u lxisaab. Balaa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa dhulka mugiyo dahaba dahab ma aha dhulka oo qura isagoo dahaba, ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaar falan yuqbala min axadihim milu lardi dahaban walow iftadaa bih, xataa hadduu haystaba ilaahay leeyihi dhulka mugiyo dahaba oo yidhaahda intaa ha layga qaado aniga maanta ha layga daayo cidi ka daynmaysa baa ilaahay yidhi. Ulaa'ika lahum cadaabun aliimun wamaa lahum min naasiriin, war kuwaasi cadaab kulul bay leeyihiin, cadaab wax laxwiya wax guba, cid u hiilisiya cid u gargaartana yeelan maayaan. Sida ogeed buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari ku yaalla, yujaa'u bilkaafiri yowma alqiyaama fayuqaalu lah arayta low kaana laka milu lardi dahaba akunta taftadi bih, maalinta qiyaamaha gaalka la keena baa ilaahay leeyihi. Siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, maalinta qiyaama gaalka la keenaa, markaasaa waxaa lagu yidhaahdaa war haddaad dhulka mugiyo dahaba haysan lahayd maanta ma isku furan lahayd? Fayaquulu nacam, haa buu yidhaahdaa waan isku furan lahaa. Fayuqaalu lah, waxaa loogu jawaabaa qad kuntu sa'altuka maa huwa aysaru min dalik, horaan kuu weydiiyey wax intaa ka fudud markaad dunida joogtay. Dhul mugiyo dahaba isii kumaan odhan baa ilaahay leeyay markaad dunida joogtay, bas i caabud baan kuu yidhi, kaasoo ka fudud inaad dhul mugiyo dahaba keento, tii fududayd baa lagaa waayey, waxba cid maanta kaa dhagaysan mayaysaa la leeyay, wax ka fudud baad bixin weydayey. Xaalka gaaleed, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa dadka intuu u jeclaa xataa haddii la yidhaha hala cadaabo oo adiga ha lagu sii daayo inuu aqbalayo. Yawaddu lmujrimu low yaftadi min cadaabi yowmiidin bibaniih wa saaxibatihi wa akhiih wa fasiilatihi alatii tu'wiih wa man fi lardi jamiican thumma yunjiih kallaa innaha lada. Wuxuu jecel yahay dembiiluhu baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala, maalintaa cadaabkeeda inuu isku furto wuu jeclaan lahaa xaaskiisii iyo walaalkii iyo tolkii iyo qabiilkii iyo wuxuu sheeganayo dhan iyo dhulka oo dhan haddii uu isku furan karayo waa isku furan lahaa si uu isagu u badbaado, laakiin taasi ma jirta baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. Qodobka shanaad aynu tilmaamayno ee sheegaya maalintan dhibteedu intay leeg tahay waxaa ka mid a maalinta dherarkeeda, xataa haddaad cadaabka ka badbaado maalintan shiddadeeda haddaan alla ku badbaadin maalin fudud mubaaha, waayo dee afkaynu ka leenahay waa maaline konton kun oo sannadood bay u dhigantaa, afku maynu ka leenahay waa maalin qiyaame, laakiin maalintaasi xisaabtu ay joogto. إلهي قرآن كوح لي تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. آية سأسأل وقت المامية آية كلنا إلهي وحكوت المامية محي 50,000 سنة وفصل انت بربا وحيد هذا ما لنت هني وا كنت نكون وصل نضوت هدنا كنت كاكون السندود ما المهيدو ما لنت يبا وا كون سنضوت فصل انت بربا صايد هذا ayan kaanat maalintani waa maalin ka dheer maalmaha caadiga ah, maalin kumaan kum sannadooda weeyaan. Innahum yarawnahu baciidan wa naraahu qariiba baa ilaahay leeyay, iyagu waxay u arkayaan inay dhowdahay, iyagu waxay u arkayaan maxay inay fog tahay, annaguna waxaan u aragnaa baa ilaahay leeyay maalintan inay dhowday. Qiyaamo waa maalin dhow baa ilaahay leeyay,
laakiin bini aadamku dee markaa aakhira looga sheekeeya wuxuu is yidhahaa wakhti aad haysataa iyo dee qiyaamu beryahan ma jiro, waradiga qiyaamahaagu wuxuu dhacayaa maalintay naftu kaa baxdo. Dadka kale qiyaamahooda waxba kaama gelin, adiga su-aasha iyo cadaabta iyo jannada iyo wax waliba waxay kuu bilaabmayaan maalinta naftu kaa baxdo. Adigu sugi maysid dadka kale inta la soo halaagayo. Haddaba maalintan dherarkeeda oo cadceeddu soo dhowday oo dadku dhididayaan oo qof waliba dembigiisa in laga dhididayo oo qofba dhididku meelu joogo oo isdixaam jiro oo cidhiidhi jiro oo kulayl jiro, yacni maalinta tani waa maalin gayru caadiya. Cadceeddu way dhowday, markaa dadkoo dhammi way dhididayaan, laakiin waxaad dhididaysaa calaa qadri dembig, dembigaagu intuu leegaa kolba. Meeshu waa cidhiidhi oo dadkoo dhan baa wada tuban, ilaahay cadaabkiisiina waa la keenay, oo iyana dee waa jahanamo kaloo lagugu soo dhaweeyey oo cadceedda ka kulul, ayaa iyana 70,000 malak iyagoo jiidayaan bay keeneen. Jahannamina waa joogtaa, baqa waa jira. Dabeetana dunidiiba qofkan haddii uu suurad ka qaato wax yar bay la noqonaysaa dunida suuraddeedii. Ilaahay wuxuu leeyahay wayowma yaxshuruhum kaan lam yalbasuu ilaa saacatan min nahaar, maalinta lasoo xaadiriyo waxaad moodaaba ilaahay leeyay dunidii inaanay joogin saacatan min nahaar mooyaane wax kale saacad maalina. Haddii lagu dhaa war dunidii intaad joogtay, kaanahum yowma yarawnahaa lam yalbasuu ilaa cashiyatan aw duxaaha, waxaad moodaaba ilaahay leeyay adduunkii dhammaa ay kusoo noolaayeen in yaroo barqaageli raabageli dambe wax yaroo ka mida inuu yahay. Rabbi wuxuu leeyay naxnu aclamu bima yaquuluun id yaquulu amhaluhum ariiqa in labistum ila yowma, ka ugu taqdiirka fiican leh ayaa wuxuu odhanayaa war malaa dunidaynu ka nimi, maalin waa dhammayd, wixii oo dhammi waxay la noqonayaan. Kii ugu fiicnaabaa wuxuu leeyahay maxay malaa, maalin waa dhammayd. Yowma taquumu saacatu yuqsimu lmujrimuuna maa labisuu gayra saaca, mujrimiintana ilaahay wuxuu leeyay waxbay ku dhaaranayaan saacad waxaan ahayn inaanan joogin, hal saac umaan dunida joognay bay leeyihin. Dhibtan maalintan dadka haysataa waxay ilowsiinaysaa sannadihii iyo waagii uu soo noolaayee dunida oo dhan, dabeetana waxay ula muuqanaysaa inuu saacad noola, saacad waxaan ahayn maanan noolayn bay leeyihin. Dewaka ilaahay ku tilmaamaya su-aashaba la weydiin doono, kam labistum fi lardi cadada siniin, war dunidii mise sannadood baad joogtay, konton lixdan toddoba maxaad joogtay? qaaluu labitnaa yowman aw bacda yowm fasal ilcaadi, maalin ama maalin barhkeed baanu joognee, kuwii wax tirinaya bal hala weydiiya bay leeyihin. ilaahay baa wuxuu tilmaamayaa leeyahy dee nolosha dambe marka loo eego wax nafle may ahayne, in labistum ilaa qaliila, in yar un baad joogteen. low annakum kuntum taclamuun, haddaad wax garanaysaan in yar un baad joogteen baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala. qiyaamaha dhibtiisa waxaa kuugu filan adduunkana aynu joogno oo dhammi inuu isbedeli doono, adduunka aynu joogno oo dhammi hadday cirtay, hadday dayaxtay, hadday cadceed tahay, qorax tahay, hadduu dhul yahay, hadduu buurayay, hadduu bad yahay, hadduu barriyay, hadduu bannaanyay, wuxuuba waa isbedelayaa. oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa cirkanna in la duuduubi doono, dhulkanna la qaban doono. wamaa qadaru llaha xaqa qadrih waalardu jamiican qabdatu yowma alqiyaama waalsamaawaatu matwiyaatun biyamiini subxaanahu watacaala camaa yushrikuun, may weynaynin. ilaahay weynidu xaqa u leeyay baa ilaahay leeyahay, dhulku dhammaantii ilaahay baa qabanaya maalinta qiyaame, cirkana waa la duuduubaya sida waraaqda loo duuduuba, loo duuduubi gebigiisaba. Marka hore wuu dildilaaci oo uu jelci, waxaan ku jiro dhan baa soo daadan, xidigaha iyo dayaxyada iyo waxaan oo dhan baa la tuuri, kadibna sida xaashidaa loo duubi saa rabbi tilmaamayo. yowma natwi samaa'a ka tayi sijilli lilkutub kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu wacdan calaynaa innaa kunnaa faaciliin, sida loo laalaabo waraaqdabaanu u laalaabi doonaa baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala.
وكنبغو تلمامه يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الملوك إلهي باردولك قبندونا عركنا وضوضوبيا دب تنوح ورندونا إلهي أنا الملك أنا بغرة ما هي ذاتك الدنيا بغرة الشيخان شري رواية صحيح مسلم كنا تاهرة صحيحين كي قوة الله صحيح مسلم تانا وحورندونا أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرض بشماله يأخذهن بيده الأخرى أو يأخذهن بيده الأخرى رواية كلاسية المامسة ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون إلهي بهو حورندونا ورما يكوي بغرة الشيخاني ما يدوني ددك سوى وينين ما يطغاد يكوي كبري عيد الجواب سما جرتو إلهي سبحانه وتعالى سغيس جوابيه دول كان انو جوغنا إلهي وحليه فيدان وفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة كلا إذا دكت الأرض دكا 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 وحلا إلى مركا وحلا طوبة إلهي وحت الماما يا للكن رك حنت يا لل أدق يديدب يا وحاله ما ننتهي لبضلين دانه وبالبابين دانه سجى يا بوري سن يا وحنوردن يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وما لندلكو قلقل مدانه زلزال كدع دانه إذا زلزلت الأرض زلزالها دولكو مركو غريرو غرير كيدي با إلهي لي إمكا هل ودن مركا غرير يري كدعو أو وحن لغو قياس رختر كالايدا سبب بو غاري با لايدا دا مغالا دي بو ايدن تو دول غرير تو دبا إمسو صعدا با دو مالينيسا matter of seconds البرقسيو صعدا دول غرير يربا دعو البرقسيو صعدا دبتنا مغالو يندن بابا ما نتن قيام إلهي وحليه سبحانه وتعالى كو بورها والله تومي دونا دبتنا وحين نقول دونا كثيبا مهيلا الكثيب المهيل وحلا هذا عيد دمر كذا إن قادة إنت كلا صار دررت صار يعده بورتي دميدة أتكيد مركلا دقيقيه وحين نقول دونا سيدا ما له أنت موح دمر كذا عيد قادة عيد كلا كصار دوا عررته ساسو كلا نقول دونا هدوه بهدنا الله عفوفي دونا هدو بي هدنا تمر مر الصحاب هل كالضرورتو مرتو يضا بورا أي مردونا بوروها أصليا وحيا هايين أوتاد أما رواسدا للك وحي حجين يو ديدين وقلقلمو أي بوروين وقتين هو سوكوشرا ساينتيفيكا الإسلامي غلاشعوا للك بوريه الرواسدا هاي قتين كوها مركا إياق بابان حاسو هرية وحاسو هرية للك ينو قلقلمو مركا إلا قتين ندي باكا قوائي inu gilgilmo gilgilankaasi wuxuu noqonayaa wixii gudhiisa ku jiray oo dhan inuu dabada u soo saaro idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha ilahay markaa wuxuu leeyahay dhulkan wala baabiinaya wa takunu al jibalu kal ihn buruhu waxay noqonayaan ba ilahay leey kal ihn suufka xoolaha dhagurtooda marka la guro دبتنا الله تميل فرسمايو الا سمايو صوف كان مريها لغا تولو وول صوف كان مرادا لغا تولو وا وحي رو خفيفه وفادات الى ده ود الراعيه الى وحلي وتكون الجبال كالعهن بوره وحي نقريا سدا صوف كاسيو كلي ايت كلي الى وحلي وتكون الجبال كالعهن المنفوش اهن جيل افوفي امل نفسي اوكلوا صباحيا بورهنا وحليدي وإذا الجبال سيرت مركب بورا لسعد سيو وسيرت الجبال فكانت سرابا وإذا الجبال نصفت ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة مالتا نبورها سعد سي نبا إلى هيلي وأدركتان نلقو السمن با إلى هيلي نلقو بارزة وحوح قرياكم يالين بنام بنقنايا ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا
waxay ku weydiinayaan baa ilaahay leeyahay buuraha, waxaad tidhaahdaa rabbi baa baabi'inaya buuraha, waa la saydhinayaa, waa la tirtirayaa, dabeetana waxaa lagay tegayaa bannaan siman iyadoo ah oo meel godan iyo meel taagan toona aan lahayn. Badahaynu arkayno dhammaantood way iskadinayaan. Laba shay buu qur-aanku tilmaamaya, waida albixaaru fujirat, badaha marka la qarxiyo, iyo waida albixaaru sujirat, badaha marka la huriyo. Kow, culammadii hore waxay ku fasiri jireen tafjiirka in laysu faruuri doono biyaha macaan iyo biyaha kale oo badoo dhan isku darsami doonto, dabeetana biyuhu ay guban doonaan. Dee maantana waxaynu naqaanaa atamiska inta la qarxiya waxaa ka soo baxa maxay? Hubkan waaweyn ee atamiga la sheegaya wax la qarxinayo. Dee biyaha atamada ka samaysay in haddii ilaahay qarxiyo meeshuba way baaba'aysaa. ilaahay wuxuu leeyahay markaasi subxaana wa tacaala, waida albixaaru fujirat, buuraha marka badaha marka la qarxiyo ama badaha marka la holciyo. Haddii ase nukleer loo qarxiyo, dee baddu dabay isu bedelaysaa. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa baddaasina inaanay sideedii ahaanaynin. waxaa ilaahay tilmaamayaa cirkan quruxda badan leh midabkan leh saatani inaanu maantaasaa ahaanaynin. yowma tamuuru samaau mawra, maalintay samadu socoto. ida asamaau infatarat, ida asamaau inshaqat waadinat lirabbiha waxuqat, maalintay cadceeddu samadu ay dildilaacdaba ilaahay tilmaamaya. wanshaqat asamaau fahiya yowmaidin waahiya, waa dildilaacaysaa baa ilaahay leeyahay samadu, dabeetana waxay noqonaysaa waahiya iyo daciifa, mid liidata oo jilicsan bay noqonaysaa. dildilaac qura maaha, xataa midabkaa isbedelaya. samadan aynu markaynu eegno buluuga ah midabkaasi leh, hadhow ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inay casuus noqon doonto, oo marka silverka la shiilo la dhalaaliyo sideedoo kale inay noqon doonto, midabba isbedela inay noqon doonto. faida inshaqat asamaau fakaanat wirdatan kaddihaan baa ilaahay ku tilmaamaya subxaana wa tacaala. waxay culimmada bar ku fasiraan inay farasulwirdi oo kale noqon doonto. farasulwirdigu waxay dhahdaan waa flower waqtina asfar noqda, waqtina casaan noqda, waqtina yacni midabadiisa isbedela cadceedda kulaylka qabowgu markuu ku dhaco, saasoo kale samadu noqon doontaa, oo wardatan kadihaan bay noqontaa, alwaan ayay soo bixi doontaa. waxaa la tilmaamayaa dhibta dhici doonta cadceedda arkaysaa in la duuduubi doono gebigeedba, ifkeeduna tegi doono, dayaxa in la damin doono, xidigaha in la daadin doono, la bakhtiin doono. ida shamsi kuwirat waida nujuumu inkadarat waida aljibaalu suyirat, waxaa ilaahay tilmaamayaa xoolaha kuwii loogu jeclaa in laga dhaqaaqi doono. ida alcishaar, geelii tobanka bilood ahaa, saddex iyo toban buu geelu ku dhalaa, markuu soo dhowaaday weeyaan waa markii geel juru jecel yahayna la ilaaliya neefka, inaan xoolana cidi danaynayna ka dhaqaaqi doonaan. waxaa ilaahay tilmaamayaa saddexdan suuradood buu nebigu sheegay, ida asamaau inshaqat, ida asamaau infatarat, iyo ida shamsi kuwirat. ninkii raba inuu qiyaamaha ogaada saddexdaha akhriya buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. saddexda tani waxay kaa siinayaan kownkan iyo siduu u burburayo suura kaamila, sawir dhan muuqaal cajab qaba ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamaya. faida bariqa albasar wakhasafa alqamar, ilaahay wuxuu tilmaamaya ida alkawaakibu intatharat waida annujuumu inkadarat, waa cirka iyo waxaa jira oo dhammi waa dumayaan, malaa'igtii ku maqnaydna waa soo daadegaysaa, noloshoo dhammina waa isbedelaysaa, dadkuna saddex qaybood buu noqon doonaa. gaalo oo ah kafaradii dhabta ahayd, iyo munaafiqiintuna dee aakhira waa gaalo, warkoodu wuu caddaanayaa ileene, iyo dadkii muwaxidiinta ee laakiin cisyaanka la yimi, iyo dadkii atqiyada ahaa iyo saalixiinta waaweyn ahaa. ilaahay subxaana wa tacaala kuwa gaaleed xaalkooda wuxuu ku tilmaamayaa, yowma yakhrujuuna min alajdaati siraacan kaanahum ilaa nusubin yuufiduun khaashicatan absaaruhum tarhaquhum dhilla,
ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون وهذا حستا مالين با إلهي ليهي كصوبي حدونان حبالها إيهو الدقدق يا مركا الله يارو يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر مركا الداعي قاسي يارو يوم ينادي المنادي من مكان مركو كنا واغي الله يارو وحيو صوبي حدونان إيهو الدقدق يا كأنهم إلى نصب يوفضون با إلهي ليهي يدو أد مودو أنصاب توديه وحي عابدو چرين سيدي ومقيقنان چرين سيدي ومال سنم اللوغة ياري أيهو عرار دونان با إلهي ليهي يدو اندهو دو خشوع سنيهين خاشعتن أبصارهم ترقهم ذلة دمان تود مقدي دبوري ودوك آيات كالي إلهي كت المامية كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة سيدي وإيهين هبينك قبل كم داد مودانت اللي قويين وشك لغا ساري با إلهي ليه سبحانه وتعالى وحال لكت المامة يا دتك كان فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشع عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر سيدي كرن كرر لسوداي كرن كرر ده ما تغني أي حو مركا وبيض بردولك كواسا مركي باب غلالك ونام بيضو آسا هذو مركا يدلاعدو وحن باسيدا وصويا عنقود قلوم بادا وحيدا كبادنك صوباحيا إيهو قاعد مودو كرن كرر صوباحيا با إلهي ليه كأنما أيح لسود هذه أيهين مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر يقول الكافر يقول الكافرون هذا يوم عسر إلهي وحلي يقول أدك دقي حق الله غيري وقال كولي ما انتوا مالين أدك وحي إلهي سبحانه وتعالى ينوت المامية إني على علي دونان مالين تطان قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا إنكو على عالي دوران وريا ميشا نكو جرين نغا سو ساري هل كانوا تشيفني يا نغا كاني إنكو على عالي دوران با إلهي سبحانه وتعالى تلمامي وحا إلهي كو صفين يا صفات كي إليه ينوردن وإنو وحبدا كسو تلمامنا إذن أيها الحبة ضدك واللودي وأنا لوجه دقي مالن تطن ومالنا حميمي الشفيعي وحق وأنا يشرين مرقوقف قالوا بقى ما إله سبحانه وتعالى كفقاده ومالن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وما لبا إلهي وكت المامية أي سكحد حدين ووالبا أي قشيين در نحاس كالسميسة نحاس توا واحد مركو يكو قبتو يدو كل الله دي الغوش بواد كل التغيسة سروا الكيسة كالسميسة با إلهي لي وچي يدو دانا نار باد دبو ليسة إذن رب السماوات والأرض ووحو البا أودة أيادتك كان عذاب يعقاب إياه وما لنت أعد عيد السور دو دهي القفة اللي بردي دي ديو انتو الدنبابي ان لاغو دي ديو سيدو نبغ عليه الصلاة والسلام كت المامي ولذلك با إلهي لي وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون تتكو قدك با إلهي لي ما لنت برو قده ما لنت على عالك تتكو قدك ما لنت يكون واقع دونا يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ما لنت يكون الظالم انت قعنت قنيني دونا با إلهي ليه يقول هلا هليا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا بل من جيتك نبي محمد راع جيتك أنبياء ما انقاضوا بل ما أنا نهبل صاحب كردغنين مد امتحانه اللي ميبك على عليا وايدا في إلهي ذكر جيسي انتو إيمي شيطان كنا مد وحوك يبوا هذا ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون با إلهي ما نلتقيامه دعوه كوي مجرمين تهيق واقوستان با إلهي ليه
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ما لنت با إلهي ليكوا قالوا بي الرب قد عاسي وحي تشعلي سنة يعني نلك للصبه مرك حوله انت لو قرق هذا اللي هذا كونوا ترابا أي يقولون وحي تشعلي سنة يعني اللي يحوله إذن كرده يا سيدا حوله لو قلي إذن قلوا نلك إذن كم من نغضة أيها الأحبة وحن كور ما قرى وحكم مدى آيات كقرآن وحكة المامين كون كان يسدو نقون أيوه هي هولك يلي بتتاقن وحن كور ما قرى بعض الصفات قرآن كو كسفية ما لنتطن وحن كور ما كلية إن يرأو كم مدى الصفات كي كوة قالد لي لكن كما ينور من نارتي كما ينور من حسابتي كما ينور من ميزانك كما ينور من دتك حوضك اللي قاعليني كما ينور من مواقفتي ترضى بدني ده آخر إدم بيسي إن ليس هذا كورنا القرآن كورنا إن كنت الأخر يا بين غنيسة كما قارسين إنه لكن أسألك وحي هاي ورمالين وين بادن بيسو دتك وموغن يهي قرآن كهدات سيدا وآخر دانا لعل بيج أي كم قنتين عنو تشيرين لما بيجو كستو اسك سهر جيدا وح قيامها كصاب صاني وكو تشيرين إلهينا سوضو إنو قور رمي عيد إنو قور رنتو كلمة جرتو إلهي وحينو قور رمي يا إنتا إن لينو قد ديغا مال إنتا تن إننا مال إنتا إن دلئي دقلئي بينو كتاقني وحين ربنا إنن مقل أو أرق وحين ربنا إنن أدون كان ونكوريقنا يا إنتا تالا ح حول الشقيه ما حتى علينا برتاي ما حد مر نغورساي ما عرور لا دلي ما حكا انت يري ادونك ان الكور يغنو وانا الله ما انت تغيريوتو ان مال انت تجي دونت والله با نندتك عباده استكمدا وحارك ان دلن يرو قسليا مركا سويد ورياه ميارد مقلبو يدي ان القران كوچرتو وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ميات قرآن كو أرق بولي إن الهي لي مد إذن كم مد مجره إلا إيا النار تحق يدا ولو أروريني يدا يتشتك سراد بك الدولي يالا نار تويسار كيسان ميات لغوشة يا بولي إن قلي سو نار تاسميش يدا سوار كيسوا لغوشة يا إنت كبت بادي سينا تهي ميات لغوشة يا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر ظالمين فيها جثية انت بدبادي سينت كوشرتات يا كوشا قبل محل غسلسة ما اننا نقول انت بدبادي سينت كوشرنا الهي سوى كبر يا سبحانه وتعالى لكن وحا هبون وفك مؤمن كاهي الدون كان نبي قوح وكتل المامين لو قلنا ولا دو كعابر السبيل سيدي قف جد قوينية وحا ان بضن لين فرين نود ديار قرنو مال انتها مالتا قيامة فعلا دات كبر نبتا بدان اركي مايا دات كبر نبي وحوت المامة يمرك عاد عيد اللي سوى الدوية دات كو لديدة ينفطو هيساتو إن عرش الرحمن هرسان ايا حديث بصوار ورطيت المامة سدد محي يو عرش الرحمن هوس هرسان ايا مركا دات كان كالسيدان ودبيني إمام كي عادل كاها قفكي دلن يرد هاي طاعة إلهي كبر باري يعني كوعوا عنن قفكي صدقات كلب حيي قعنتي سفر ريد مدكتي سواحي بحسان بدحدي سوغانين قفكي مساجد كحدنا انتو تكادو صلاة بسلاة كسوغي قلبي سو معلق مساجد كواها قفكي انتو عبادة استو يضان عدنا اركين كلقي المين يا إلهي درتي لقو يي قفكي حمها زند اسكدا اي الهي درتي وغتغي كواس بو نبي تلمامي عليه الصلاه والسلام ليين لبدي الهي درتي سو جعلاتي ان دنك لي سو كينين وكو عرش الرحمن هرسل اي نبي تلمامي عليه الصلاه والسلام عكس جيد انا وحل تلمامي كو سدا و عذابا او قاون او كبلا او وح ولبا هيستا عائشة منطقي دنيا كفكر سوا حتري إلهي الرسول كسي وضطكم يا نسار كينين رقية دمر بهدي قاوين يهين نبقو حيري عائشة أرقو انت كوين
dad seega iyo baabkaasi maanta ma jira buu nagu u tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam balada taagani waxaanaad ka fakaraysa ka weyn buu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam indhuhuba waa ku engegan yihiin maxaad arkay naftaa qof walba haysataa idan darsiga kan danta laga leeyahay walaalayaal waxa weeyaan inaynan ilaabin maalinta tan qofkii maalintaasi xasuusani waxaa hubantiya in cibaadadiisu badanayso waxaa hubantiya in xumihiisu yaraanayo laakiin bini aadamku markuu isillowsiiyo ayuu wuxuu doona sameeyaa laakiin qofku intuu xasuusan yahay ilaahay inuu ishortaagi doono wax kasta uu sameeyeyna in la weydiin doono maalintaa dhibta badan lana inay ka horeyso wuu diyaargaroobaya qofku zaad iyadu usii qaadanaya khayru zaadina zaadu taqwa baa ilaahay qur-aankiisa ku tilmaamay وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين